صباح الخير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، جمعة مباركة نتمنى للجميع ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، يعمل على بدء هطول زخات من الأمطار وانخفاض على درجة الحرارة في عموم مناطق المملكة، لكن تأثيرات هذا المنخفض الجوي ستتركز بالأساس في المنطقة الشمالية ثم ينتقل ويلتحق بالمنطقة الوسطى من المملكة. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: تسود أجواء غالبا أو غائمة جزئية مع فرصة لهطول زخات من الأمطار، 11 درجة مئوية الملموسة، 10 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون غربية ناشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد زخات من الأمطار 15 إلى 8، عجلون 12 إلى 7، جرش 13 إلى 7، والمفرق 15 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى: الزرقاء 13 إلى 7، البلقاء 11 إلى 7، عمان 11 إلى 6، مأدبة 13 إلى 7، والبحر الميت 20 إلى 16 درجة مئوية مع فرصة زخات من الأمطار وأيضا الرياح نشطة. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بهذا المنخفض الجوي لكن فقط على شكل رياح نشطة وأتربة مثارة. الكرك 12 إلى 6، الطفيلة 13 إلى 6، الشوبك 11 إلى 3، معان 14 إلى 4، والعقبة 25 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الأزرق رياح نشطة 18 إلى 6، الصفاوي 17 إلى 5 مع أتربة مثارة، ورويشد رياح نشطة مع فرصة زخات من الأمطار 20 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.